من بغداد ينضم إلينا مراسل الغد مصطفى القطان، ومن بروكسل ينضم إلينا مراسل الغد سلامة عطالله، ومن لندن ينضم إلينا عمر البشير، ومن القدس المحتلة ينضم إلينا أحمد البوديري. إذا أبدأ معك مصطفى. أولا، مجلس النواب العراقي وافق على قرار بإنهاء الوجود الأجنبي في العراق بالإشارة بالتأكيد إلى القوات الأمريكية، ما هي التفاصيل حتى الآن؟ يعني بالتأكيد هذا ما أراده البرلمان العراقي وما سعت له القوى السياسية خلال 24 ساعة الماضية. الجميع كان يدعو إلى محاولة الضغط في داخل قبة البرلمان من أجل إلغاء أو محاولة إقرار قانون يلزم الحكومة العراقية بإلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم كان إكمال النصاب بصعوبة في داخل قبة البرلمان، الكثير من القوى ربما لم تشارك في هذه الجلسة، لكن في المحصلة تمكن البرلمان من أن يعقد جلسته بحضور 168 نائبا برئاسة محمد الحلبوسي وحضور رئيس الوزراء لحكومة تصريف الأعمال عادل. ماذا عن غياب المكون الكردي مصطفى؟ بالتأكيد المكون الكردي وكذلك هنالك بعض القوى السنية التي لا تريد أن تلزم الحكومة العراقية بإخراج القوات الأمريكية من العراق أو إلغاء الاتفاقية مع واشنطن، باعتبار أنها ترى في واشنطن حليف استراتيجي يجب المحافظة عليه، باعتبار أن العراق يستمد الكثير من قوته في المنطقة من واشنطن وكذلك من دعم واشنطن للعراق، سواء كان في محاربة تنظيم داعش أو حتى على المستوى الاقتصادي وفي ملفات عديدة. البرلمان اليوم أقر 6 نقاط، بالتأكيد هي طبعا هذه النقاط تحتاج إلى تشريع قانون ولكي تلغيه الحكومة العراقية. أولا، عدم طلب المساعدة من القوات الأمريكية، حظر استخدام الأجواء العراقية دون موافقة الحكومة العراقية، إخراج جميع القوات الأجنبية من العراق، وأيضا هنالك كانت نقطة مهمة وهي فتح تحقيق عالي المستوى في ملابسات ما حدث من قصف القوات الأمريكية لقاسم سليماني وكذلك أبو مهدي المهندس في ضربة جوية. بالتالي الآن تحتاج الحكومة العراقية من أجل ذلك بعد البرلمان تحتاج أيضا لاتخاذ خطوات حقيقية ومباحثات مع واشنطن لتطبيق ما أقره البرلمان اليوم. إذا مصطفى ابقى معنا، نتحول إلى بروكسل وسلامة عطالله. سلامة، دعوة الاتحاد الأوروبي لجواد ظريف بزيارة بروكسل، يعني ماذا تعكس وإلى ماذا تشير وإلى أي مدى لها أثر واضح على التفاعلات الدولية لما بعد مقتل أو اغتيال قاسم سليماني؟ قدوم وزير خارجية إيران إلى بروكسل سيكون مهم لعدة أسباب، من بينها أن الاتحاد الأوروبي يريد ويعمل على أن يكون الوسيط الأوقع لتجنب حرب، قال بعض مسؤولين أو وصفها بعض المسؤولين في الاتحاد بأنها يمكن أن تمتد من الخليج العربي حتى مضيق جبل طارق. هذا ليس جديد، الموقف الأوروبي من حيث دوره كوسيط الاتحاد الأوروبي، الجديد هو الحاجة الإيرانية لتسخين القنوات الدبلوماسية، لأن إيران تريد أن ترد على اغتيال سليماني لكنها لا تريد حرب. تسخين القنوات الدبلوماسية يمكن أن يجنبها احتواء المشهد ما بعد الرد، أو على الأقل إخراجه بما يليق بدعايتها السياسية، وأيضا يجنبها المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية. الأهم من هذا كله هو الموضوع في العراق. إيران تواجه الآن توجها دوليا بإعادة تصحيح الأمور في العراق وإلزام إيران بحدودها، ولكن سلامة إيران رفضت أي وساطة لتهدئة أو لخفض التصعيد حتى من قبل بعض الدول العربية. إن كان هذا سيكون على صعيد الدعاية السياسية، لكن على صعيد الواقع لا ينفك الإيرانيون عن التواصل مع الأوروبيين، أولا كان لتجنب عقوبات أمريكية، ثم بعد ذلك لتخفيف العقوبات الأمريكية التي فرضت، ثم الآن لتجنب الحرب الأمريكية، لأن إيران وإن كانت دعايتها السياسية تريد أن يعني تظهر وكأنها ند للولايات المتحدة، لكن حسب مسؤولين أوروبيين لا يمكن للعقل الإيراني، للعقل السياسي الإيراني، أن يكون مغرورا لدرجة أنه يمكن أن يتصور بأنه يستطيع هزيمة الولايات المتحدة وحلفائها في العراق، هؤلاء نعم. الذين سبق لهم وأن دخلوا بغداد، ثم لهم تجربة طويلة على الأرض وفي الميدان، والعراق بلد مفتوح بالنسبة لهم ولديهم خبرة واسعة يمكنهم من خلالها أن يوجهوا ضربات موجعة للإيرانيين.
ليس هناك طموح بدحر إيران كليا عن العراق، ولكن على الأقل تحديد أثرها بشكل معقول، لأن كل ما حدث في السنوات الماضية استثمرته إيران على عكس المصالح الدولية، وهذا هو بيت القصيد في العلاقات الدبلوماسية الجارية بين إيران وبين الأوروبيين كوسطاء بين طهران وواشنطن. فلتبقى معنا سلامة، ونتحول إلى لندن ومراسل الغد عمر البشير. عمر، يعني نحاول أن نفهم معنى تصريحات وزير خارجية بريطانيا، إلى أي مدى تؤكد استعداد بريطانيا لدعم أمريكا في أي حرب متوقعة ضد إيران؟ نعم جمانة، يعني معروف تاريخيا أن بريطانيا هي الحليف الأبرز للولايات المتحدة الأمريكية، هي التي خاضت مع واشنطن حربا غير موافق عليها المجتمع الدولي ضد العراق في العام 2003. إلى الآن صحيح أن بريطانيا هي الحليف الأبرز لواشنطن، ولكن الأمور تغيرت قليلا. بريطانيا لا ترغب في أي تصعيد كبير أو مواجهة عسكرية مباشرة مع إيران، هذا ما قاله وزير الخارجية البريطاني اليوم، بأنه يتفهم الرواية الأمريكية وأنه متعاطف مع الأسباب الأمريكية لقتل سليماني، وأن أمريكا لها الحق في الدفاع عن مواطنيها باعتبار سليماني يهدد خطرا إقليميا وتهديدا واسعا على المصالح، ولكنه أكد على رغبته ونيته في إجراء اتصال مباشر مع وزير الخارجية الإيراني في القريب العاجل، بعد أن اتصل صباح اليوم برئيس الوزراء العراقي وأمس بالرئيس العراقي. بريطانيا هي مع أمريكا ولكنها ضد التصعيد الذي تعتبره يخدم الإرهابيين فقط. على صعيد آخر، وفي خضم الضغوطات التي يواجهها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، نظرا لأنه مستمر في إجازته رغم كل هذه التطورات، أعلن اليوم مكتب رئيس الوزراء أن جونسون سيعود إلى البلاد اليوم، وسيجتمع بعد غد الثلاثاء هنا في مقر الحكومة في الاجتماع الأسبوعي، ومن المؤكد أن الملف الإيراني سيكون الأبرز في هذا الاجتماع المنتظر يوم الثلاثاء المقبل. أيضا وزير الدفاع قال إن البحرية الملكية البريطانية سوف ترافق السفن التجارية البريطانية في مضيق هرمز لحمايتها. إذن عمر، فلتبقى معنا ونتحول إلى القدس المحتلة وأحمد البوديري. أحمد، رغم أن الولايات المتحدة هي من قامت باغتيال قاسم سليماني، إلا أن إسرائيل والداخل الإسرائيلي مرتبك ومتخوف من أي رد فعل إيراني يضر بأمنه القومية. ما هي التجهيزات الإسرائيلية تحسبا لرد الفعل الإيراني؟ الإسرائيليون أكثر برغماتيين مما يجري من بقية الدول في العالم وتحديدا الولايات المتحدة، يعلمون بأن الوضع الجيوسياسي بالنسبة للإيرانيين هو أفضل بكثير مما كان قبل 10 سنوات. هنالك معسكرات في سوريا، هنالك معسكرات في لبنان تحديدا حزب الله، هنالك الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، ولذلك الجانب الإسرائيلي الآن يسعى لما يسمى بالحوار الدبلوماسي السريع. اليوم سوف يصل أفي بروكوفيتش، وهو المبعوث الأمريكي الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسرائيل، وذلك خلفا لجيسون غرينبلات. والحديث هنا طبعا عن محاولة تهدئة الخواطر. إسرائيل لا تريد جر المنطقة إلى حرب مفتوحة، لا تريد مواجهة عسكرية مفتوحة الآن مع إيران تحديدا، وأن الوضع الإيراني الآن مرتبك، غير معلوم كيف سوف يتصرف الإيرانيون. ولكن على الأرض لم تقم إسرائيل بأي خطوة دفاعية، لم تنشر بطاريات صواريخ، لم تعلن حالة الاستنفار، لم تأتي بالدبابات جديدة تحديدا في المنطقة الجنوبية. تريد أن تحافظ على الهدوء، وذلك لعدم إصدار رسائل بأنها تسعى إلى معركة مفتوحة مع الجانب الإسرائيلي مع الجانب الإيراني. من جانب آخر، الإسرائيليين يعلمون بأن الضربة القادمة ليس بالضرورة أن تكون ضد إسرائيل نفسها، ولكن لربما تكون ضد مصالح أمريكا في الشرق الأوسط، سواء شركات البترول الموجودة في السعودية، سواء في القاعدة الأمريكية في قطر، سواء كان الحديث عن مضيق هرمز في الخليج العربي. إسرائيل تريد أن تبقى بعيدة لأنها
تعتبر بأن العدو الأكبر لها الآن في حال اندلاع هذه المواجهة سوف تكون بين حزب الله وبين إسرائيل. الخطاب الذي أدى به الزعيم من حزب الله حسن نصر الله كان واضحا بالحديث عن العداوة الأمريكية الإيرانية أكثر من جر إسرائيل إلى حرب مفتوحة، وبالتالي الإسرائيليون وتحديدا الرئيس الوزراء الإسرائيلي يهود بنيامين نتنياهو الذي تحدث اليوم وقال بأن الموقف الأمريكي الخطوة الأمريكية الرئيس الأمريكي، ولكن لم يتحدث أن إسرائيل هي التي دعمت أو خططت أو ساندت عملية اغتيال قاسم سليماني لا على المستوى العسكري ولا على المستوى الاستخباراتي. نعم أحمد البوديري مراسل الغد كنت معنا من القدس المحتلة، وعمر البشير كنت معنا من لندن، سلامة عطلة كنت معنا من بروكسل، ومصطفى القطان كنت معنا من بغداد. شكرا لكم.